مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اوضه اللبس. النهارده يوم هادي نوعا ما، اخيرا عندنا يوم هادي في الكره المصريه. مفيش خناقات كتيره الحمد لله، وربنا يهدي الجميع. لكن عندنا حلقه ان شاء الله تعجبكم، حلقه حلوه جدا. الحلقه بتاعت اليوم الاربعاء اللي هي اخر حلقه في الاسبوع بتاعتنا، بتبقى دايما راب اب او دايما ملخص للماتشات، وفيها كلام تكتيك كتيره، ومعانا نجوم بيبقوا جايين معانا من بره على زوم، بيتكلموا معانا على الكره الاوروبيه. وهنتكلم عن حاجات كتيره جدا في حلقه النهارده، وهنبداها باخبارنا. والحقيقه اخبارنا بتبقى دايما مختلفه عن البرامج التانيه، لان احنا دايما بيبقى عندنا معلومات من جوه اوضه اللبس. عندنا كده ناس في الانديه بيقولوا لنا معلومات محدش يعرفها، ويمكن فريق الاعداد بتاعي وبتاع البرنامج مختلف. يعني لما جينا نعمل التيم ونعمل الفريق، اخترنا ناس بيعرفوا يخترقوا اوضه اللبس بشكل كبير جدا. فدايما المعلومات اللي انا هقولها لحضراتكم هنا تبقى معلومات انا لا يمكن ابدا اطلعها من بقي الا لما اكون متاكد منها بنسبه 100% ان هي حصلت من مصدر واثنين وثلاثه. لان صحيح ممكن ناس تطلع تنفي، لان شغله مدير الكره ان هو يطلع ينفي، لكن صدقوني المعلومات اللي بنقولها هنا بتبقى حصلت بالفعل. هبداها بالنادي الاهلي وصالح جمعه. فايلر اتفاجئ لما رجع ان صالح جمعه بيتمرن مع الفريق، وكان غضب كبير جدا، كان زعلان جدا، لان فايلر بالنسبه له ما كانش عايز ان صالح جمعه ان هو يرجع مره تانية. ده فكر فايلر، بنتكلم على فايلر وبنتكلم على اداره الاهلي. في وقت من الاوقات وفايلر كان في شك عند مجلس اداره الاهلي ان ممكن فايلر ما يكملش، فكابتن محمود الخطيب ادى اوامره ان صالح جمعه يعود للتدريبات. فرجع فعلا صالح، رجع للتدريبات دون اختار فايلر، ومساعديه قالوا له ان هو رجع، ورجع هو مشحون بشكل كبير جدا من الموضوع ده. فلما رجع اتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال له ان ازاي الراجل ده ينزل الملعب بدون علمي، وده كلام حصل بالنص. وكابتن سيد قال له ان دي تعليمات كابتن محمود الخطيب، فلازم نعدي الموضوع لغايه لما تقعد مع رئيس النادي ويقول لك ايه التطورات وهو ايه فكره، ليه خد القرار بعوده صالح جمعه للتدريبات. والراجل كان زعلان جدا، كان قال ان لازم الاجتماع ده والكلام ده كان لازم يحصل معايا قبل ما صالح ينزل الملعب. في وقت من الاوقات فايلر لما جيت سال عن امكانيه استمرار حسام عاشور في النادي الاهلي، فايلر كان رده على الكابتن محمود الخطيب واضح، قال له لو عايزين ان انتوا تجددوا له جددوا له، هيبقى لعيب في النادي الاهلي لكن مش هيبقى لعيب في فريق الاهلي. يعني هيبقى لعيب في النادي الاهلي لكن مش في حساباتي، مش في فريق الاهلي. زيه زي صالح جمعه، ده الكلام اللي كان بيتقال على حسام عاشور. ده مدى يعني المستوى اللي وصل ليه فايلر من ان هو مش عايز صالح جمعه في الاهلي. هو شايف ان هو لعيب كويس، لكن اول حاجه شايف ان هو مش فت، وان هو اوفر ويت، وان هو وجوده في اوضه اللبس هيسبب ازعاج كبير جدا للفريق. ففايلر بيحاول يفرض شخصيته مش على اللعيبه بس، على الاداره كمان. يعني مش معنى كان هو على اقوى من الاداره، هو عايز يقول لهم ان مفيش حاجه تتم الا بعلمي، وده حقه كمدرب. والحقيقه سياسه الاهلي دايما كانت ان دايما المدير الفني هو سيد قراره في موضوع اللعيبه بالذات، عايز يشتري مين، عايز يقعد مين، عايز يمشي مين، شوف الاخر هو الراجل اللي بيتحاسب يعني. لكن الموضوع ده حصل، وحصل فعلا نفس الحديث حصل بالفعل. فهو ده موقف صالح جمعه، الراجل مش مبسوط ان صالح نزل الملعب بالشكل ده. وده خبر مهم جدا النهارده وصل لي من جوه النادي الاهلي، او وصل لفريق في الاعداد. الخبر الثاني ان باهر المحمدي بيقول ان هو مش هيمشي من الاسماعيلي الا بعد تحقيق البطولات، وان كل الفريق اتعاهد على الفوز بكاس مصر والبطوله العربيه. وطبعا جمهور اسماعيليه بالنسبه لهم ان باهر يبقى في الفريق ده مهم جدا، وبالنسبه للنادي الاسماعيلي لان هو القائد الحقيقي للفريق الاسماعيلي دلوقتي، ابن من ابناء النادي، عنده شخصيه كبيره جدا واصبح لاعب دولي، والابقاء عليه معناه ان ده رساله من اداره الاسماعيلي ان هم عايزين ان هم ينافسوا على البطولات.
فباهر طلع وصرح بالكلام ده النهارده، وده كلام مهم جدا بالنسبه لجمهور اسماعيليه وبالنسبه للنادي الاسماعيلي. نروح لنادي الزمالك، والنهارده بيصل لمطار القاهره بياسر المثلوثي باك رايت نادي الصفاقس التونسي، والصفقه الجديده لنادي الزمالك. كان حصل له تاخير من الاربع اللي فات لان في تونس عدد الركاب لازم يوصل لعدد معين، يعني 50 راكب عشان الطياره تطلع متوجهه للمكان اللي رايحاه، فكانوا بيستنوا ان هو عدد الركاب بيكمل 50 واحد لمصر. النهارده في طياره بتطلع كل حد وكل اربع، فالنهارده طلعت الطياره ووصل عليها المثلوثي مع وكيل اعماله مهند عون، وهو نفس وكيل اعمال فرجاني ساسي، وطبعا راجل علاقته كويسه جدا باداره الزمالك وبالذات بامير مرتضى منصور. المثلوثي لعيب مميز جدا، لعيب عنده 27 سنه، مواليد 92، لعب 48 مباراه مع الصفاقس موسم 2018 2019، 31 مباراه، وموسم 2019 و2020 اللي هو الموسم اللي احنا فيه لعب 17 مباراه. في الدوري التونسي لعب زي ما احنا شايفين، دي الاحصائيات اللي موجوده معانا للمثلوثي. لعيب هيكون ان شاء الله مهم جدا بالذات بعد رحيل حمدي النجاز، وانا في رايي ان المثلوثي افضل من حمدي النجاز، هيكون لعيب مهم جدا للزمالك لان لعيب بيهاجم وبيقدر يعمل اسيستس، وراجل اجريسيف ولعيب كره هجومي مميز جدا. سجل 6 اهداف، ودي ده رقم كبير جدا بالنسبه للباك رايت، وصنع 3 اهداف. المثلوثي جه فري ايجنت من يعني ببلاش من الصفاقس، كان عقده بيخلص نهايه الموسم ده، والموضوع يرجع للزمالك هل ان هو يكمل الموسم مع الصفاقس او خلاص يكمل مع الزمالك من دلوقتي. فده لسه في مفاوضات ما بين الناديين، لكن هو وصل للقاهره مع مهند عون وكيل اعماله، والمثلوثي هيوقع على عقد ثلاث مواسم، السنه الاولى ب 500,000 دولار، والسنه الثانيه ب 600,000 دولار، والسنه الثالثه ب 700,000 دولار، وده يعتبر رقم كويس بالنسبه للعيب جايبه فري وسنه كويس 27 سنه، فده تعتبر ارقام كويسه جدا. فبنتمنى التوفيق لمثلوثي ان شاء الله لاتمام التعاقد، ومبروك عليه الانضمام لنادي الزمالك، وهيبقى في منافسه كبيره جدا بينه وبين حازم امام. حازم طبعا كارتيرون بيحبه، وحازم واحد من الكباتن الكبار اللي موجودين جوه اوضه اللبس في نادي الزمالك، فهيبقى في منافسه كبيره، واكيد المنافسه دي في الاخر هترجع لصالح الفريق وصالح نادي الزمالك. بن شرقي وأونجم هما الاثنين مستنيين برضو نفس القصه في المغرب، ان عدد الركاب يكمل عشان يقدروا ان هما يجوا القاهره. في المغرب القصه مختلفه، ما بيسفروش حد لما يكون معاه اقامه في البلد المتوجه ليها. فريق اعدادنا تحدث النهارده مع كريم بلاك، كريم بلاك الايجنت او وكيل اعمال أونجم وبن شرقي، وقال ان الموضوع كله موضوع الطيران بس، ان وانس ان هم جاهزين للطيران والطياره جاهزه انها تيجي مصر هينضموا لمعسكر الزمالك ان شاء الله في برج العرب، والاثنين لعيبه مهمين جدا في فريق نادي الزمالك. فرجاني ساسي زي ما انتم عارفين نفس القصه، مستني الطياره ان هو يجي، لكن فرجاني عقده بينتهي في شهر 6 2021، اسف فرجاني هنا في مصر، وصل مصر الاسبوع اللي فات، انا اسف اتلخبط، عقده ينتهي 2021، ودلوقتي في يعني محاولات كبيره جدا من امير مرتضى ومن مجلس اداره الزمالك ان هم يجددوا عقد فرجاني ساسي، مستغلين وجود مهند عون في القاهره مع المثلوثي، وان هم في نفس الوقت يستغلوا يحاولوا تبقى ورقه ضغط في موضوع المثلوثي ان هو الفرجاني يجدد. طبعا فرجاني عقده 1.5 مليون دولار في الموسم، وده رقم مش قليل. السنة الأولانية دفعها المستشار تركي آل الشيخ، السنة الثانية دفعها نادي الزمالك أو بيدفعها نادي الزمالك دلوقتي، والسنة الثالثة رقم كبير، يعني رقم كبير جدا، وفي محاولات إن في التجديد إن الرقم ده ينزل. فرجاني مستني، هو عايز يقعد في الزمالك، لكن مستني لو جاله عرض من الخليج كويس برقم أعلى من 1.5 مليون دولار هيحاول إن هو يتوجه للخليج لو لقى عرض مناسب. لكن فرجاني بيحب الزمالك وحاسس بحب جمهور الزمالك ليه وعايز يقعد في الزمالك، فاعتقد ان دايما الاولويه بالنسبه لفرجاني هتبقى البقاء. ولكن المشكله الوحيده
ان هو مش هيقبل ان عقده ينزل، يعني اقل حاجه انه يقعد ان مليون ونص دولار دول يثبتوا ما ينزلوش عن 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 كده. دي القصه بتاعت فرجاني ساسي ومحاوله استغلال مسؤولين الزمالك لوجود مهند عون الايجن بتاع المثلوثي في 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 القاهره اللي موجوده في مصر. لكن قبل ما انهي موضوع اللي انا اثرته امبارح بتاع الدرجه الثانيه، يعني عمل مشكله كبيره جدا في الدرجه الثانيه، لان الانديه الدرجه الثانيه، لان الانديه بتقول ان من الظلم ان احنا الهبوط ما يتلغيش. طبعا في انديه بتحارب ان الهبوط ما يتلغيش، وفي انديه بتهدد ان هي ما تكملش الموسم، لكن ده طبعا مش هيحصل. الانديه دي كانت بتتمنى ان اتحاد الكره يعلم من دلوقتي او لجنه الخماسيه تعلم من دلوقتي ان هيتم الغاء الهبوط، ولكن ده طبعا ريسك كبير، لان لو اتحاد الكره اعلن او لجنه الخماسيه اعلنت ان الغاء الهبوط، الماتشات اللي جايه هتتباع بكل بساطه. في ناقص 5 ماتشات في الثلاث مجاميع، ال5 ماتشات دول ممكن انه يحصل فيهم تلاعب بشكل كبير. فموضوع الاعلان عن عدم الغاء الهبوط ده في رايي ان اللجنه الخماسيه مأجلاه لمرحله معينه بعد نهايه الدوري الممتاز به. في مجاميع المسافات بين الفرق وعدد نقاط الجابس قريبه جدا، فاللجنه الخماسيه عمرها ما هتعلن دلوقتي الغاء قرار الهبوط، ولكن في وقت من الاوقات ممكن ان ده يتعلن. ويعني اتمنى ان تاخدوا ما بين السطور الكلام اللي انا بقوله ده، التفكير داخل اللجنه الخماسيه. نروح لمشكله مانشستر سيتي. والسيتي زي ما انتم عارفين كان عندهم بان او كان عندهم ايقاف عقوبه بعدم المشاركه اوروبيا لمده 2 وغرامه 30 مليون يورو. عملوا ابيل، عملوا تظلم، وتم تخفيض العقوبه بان هو اتشال العقوبه خالص، ان هم عقوبه عدم المشاركه اوروبيا، فهيشاركوا اوروبيا من اول السنه الجايه. ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه لاداره النادي للابقاء على جوارديولا والابقاء على النجوم الكبار داخل الفريق، وان هم يقدروا ان هم يشتروا لعيبه، لان عدم المشاركه اوروبيا كان هيضعف من 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 من, من موقف اداره الفريق في التفاوض مع لاعبين جدد ان هم يجوا للسيتي. مفيش لعيب مش عايز يلعب في اوروبا، فدي نقطة مهمة جدا. وانتصار كبير جدا من 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 لإدارة السيتي على الويفا، لأن التظلم ده راح للكاس المحكمة الرياضية، وهي اللي أنصفت إدارة السيتي على الويفا. ولكن هناك غضب كبير جدا من أندية البريمير ليج، بعض أندية البريمير ليج، 8 أندية تقدموا بطعن على القرار ده. وشفنا تصريحات يورجن كلوب وتصريحات جوزيه مورينيو. تصريحات يورجن كلوب ان هو يعني اوكي ماشي، هو بيقول ان افضل ان هو ما يلعبوا، ان هم يلعبوا في اوروبا، لان معنى ان هم ما يلعبوش كانوا يلعبوا بارتياحيه كبيره جدا في البريمير ليج، وكانوا يلعبوا على الاقل 12 مباراه 10 او 12 مباراه اقل من ليفربول، وده كان معناها ان هو ما حدش هيقدر ينافسهم على البريمير ليج. فهو سعيد من الحته دي ان هم هيلعبوا اوروبيا، لكن بيقول ان هو قرار صادم بالنسبه له، لان طول ما في دول بتدعم انديه مش هيبقى في عدل ابدا في كره القدم. دي تصريحات يورجن كلوب. الناحيه الثانيه مورينيو قال لك ان ده قرار صادم، وقرار يعني في عدم عدل او ظلم كبير جدا. وبيقول طيب طالما ان هم مش مذنبين، طب ليه تم تخفيف العقوبه وبقى في غرامه فقط؟ كان المفروض لو هم مش مذنبين ان الغرامه كلها تتشال، وان العقوبه كلها كانها لم تكن. لكن معنى ان الغرامه موجوده معنى ان في حاجه مش مظبوطه حصلت. طبعا تفسير الكاس للقصه دي ان السبب في وجود الغرامه هو عدم التواصل بشكل جيد مع المسؤولين عشان يدوهم معلومات كافيه في التحقيقات بتاعتهم، فعشان كده خدوا الغرامه. لكن هم وجدوهم ان هم ما عندهمش اي مشكله في التمويل، وان هم يعني ما عندهمش اي مشكله، فعشان كده قال لك ان هم يلعبوا من اول السنه الجايه عادي، ما فيش مشكله ان هم يلعبوا في اوروبا. جوارديولا ما عجبوش كلام يورجن كلوب ومورينيو، ما عجبوش كلام بتاعه الانديه الثانيه، وقال لك ما تقعدوش تتكلموا على الفاضي، انتوا معاكم نمره تليفوني، لو عايزين تقولوا لي حاجه قولوها لي، احنا يعني وي هاف ايرند ات، احنا نستحق ان احنا نلعب
في البطوله الاوروبيه، واثبتنا ده جوه الملعب، ان احنا جوه الملعب ان احنا في التوب فور، ان احنا نستحق ان احنا موجودين، نبقى موجودين في الشامبيونز ليج. فما تقعدوش تتكلموا في ظهرنا وكلام كتير، اتكلموا معانا، اتكلموا انتوا عارفين احنا فين، اتكلموا معانا. ده كلام كان كرد جوارديولا، وجوارديولا قال كلام يعني عاطفي جدا، ان حتى لو نزل السيتي للدرجه الثانيه فانا عمري ما كنت هترك السيتي ابدا، وكانه من مواليد دينز جيت، من مواليد مانشستر. دينز جيت هو احد اشهر الشوارع اللي موجوده في مانشستر. يعني ابدا حاله حب وتعاطف كبيره جدا مع مانشستر سيتي، ان هو حتى لو كانوا نزلوا درجه ثانيه انا عمري ما كنت همشي. كلام طبعا مهم جدا من جوارديولا، بيبين مدى جودة علاقته ما بينه وما بين إدارة السيتي. والحقيقة السيتي منظومة كبيرة جدا، عندهم أندية في منطقة، عندهم أندية في الصين، وعندهم أندية في نيويورك ريد بول، عندهم آسف في نيويورك، عندهم نادي، عندهم أندية في إنجلترا، عندهم أندية في أماكن كتيرة جدا، عندهم أماكن كتير، أندية كتيرة جدا في العالم، فعارفين هم بيعملوا إيه. ويعني قرار مهم جدا. لكن عايز اقول لكم على نقطه مهمه جدا، ايه ازاي اتكشف موضوع التلاعب في الاوراق من السيتي، وانا عايز اوصل للموضوع من ناحيه مختلفه. عايز اقول لكم مين هو روي بينتو. روي بينتو ده ولد برتغالي عنده 31 سنه، هو ده راجل هاكر. يعني ايه هاكر؟ راجل بيخترق الحسابات، وراجل جينيس عبقري، اخترق حسابات كل لعيبه الكوره وكل النجوم والانديه، وباع كل الوثائق اللي هو حصل عليها من خلال اختراقه للحسابات دي والإيميلات دي، باعها لصحيفة ألمانية اسمها دير شبيجل، وباع لهم يعني 70 مليون وثيقة. وهو كان السبب الرئيسي ان رونالدو اتحكم في موضوع التهرب من الضرائب في اسبانيا، وان ميسي راح للمحكمه في اسبانيا للهروب من الضرائب او محاوله التلاعب بالضرائب. وهو كان السبب في ان نادي توينت الهولندي يتوقف 3 مواسم. فراجل مهم جدا روي بينتو. روي بينتو هو اول واحد ابتدى يلعب في الورق بتاع مانشستر سيتي، وعمل هاكينج على الحسابات بتاعتهم، على الايميلات بتاعتهم، وقدر ان هو يبيع زي ما حضرتك قلت حركه من صحيفه المانيه ديش شبيجل، ان هم يبيع لهم الوثائق دي. ودي صورته زي ما حضراتكم شايفين، اتقبض عليه في المجر وهيتسجن، لان متقدم فيه 47 قضيه لأندية ولعيبة ومؤسسات كبيرة جدا. 47 قضية متقدمين فيه، تم تسليمه للسلطات البرتغالية. وخطورة المخترقين أو الهاكينج أو القرصنة على الحسابات، أشخاص وأندية ومؤسسات بتتضرر منها بشكل كبير جدا. فكنت عايز أحكي لكم الموضوع من أنجل مختلفة. مين هو روي بينتو؟ روي بينتو هو السبب الرئيسي للعيبة وأندية ومؤسسات انها تخش بمشاكل كبيرة جدا، لان الصحيفة الألمانية دير شبيجل نشرت كل الوثائق دي، وطبعا بالنسبة لهم ده سبق إعلامي وسبق صحفي كبير جدا، وابتدت ان كل المؤسسات دي تخضع للتحقيقات، ودخلوا في مشاكل كتيرة جدا. فكان مهم جدا بالنسبة لي ان انا استعرض على حضراتكم القضيه بتاعت السيتي من انجل مختلفه ومن منظور مختلفه، وان ازاي الراجل ده روي بينتو قدر ان هو يقلب العالم الرياضي في كل حته. فضح ساو باولو، فضح انديه في البرازيل، وفضح انديه في الارجنتين، وانديه في المكسيك. جينيس عبقري، ولكن هيخش السجن. يعني 31 سنه وهيخش السجن. 47 قضيه متبلغين في روي بينتو. النهارده عندنا اخبار كتيره جدا، وهنحلل تكتيكلي الماتشات الكبيره، وهنتكلم عن البريمير ليج، وهنتكلم عن الدوري الاسباني، وهنتكلم على الدوري الايطالي. هيكون معايا صحفيين كبار موجودين من سكاي سبورتس، موجودين معايا عبر زوم على الشاشه، وهيكون معايا
حسام الحاج علي المحلل الفني المميز للدوري الايطالي، هنتكلم معاه عن اليوفي وهنتكلم معاه على اتلانتا وازاي ان اتلانتا قدروا ان هم يخطفوا قلوب كل محبي كره القدم في العالم كله بفريق البادجت بتاعته قليله، وايه الافكار بتاعه مدربهم وافكار الاداره بتاعتهم. فعندنا حاجات كتيره جدا شيقه بنتكلم عليها بعد ما نروح فاصل ونرجع تاني نتكلم عن الكره الاوروبيه. المنافسة الكبيرة في البريمير ليج بقت على المركز الثالث والرابع في الشامبيونز ليج، ليستر وتشيلسي ومانشستر يونايتد، ويعني في منافسة كبيرة جدا على مين اللي هيخش في المركز الثالث والرابع، مين هيكون موجود في المركز الرابع، خاصة ان مانشستر سيتي زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان هم خلاص ضمنوا التواجد في الشامبيونز ليج السنة الجاية. كان في امل للفرق دي ان الخامس في حالة اقصاء مانشستر سيتي او تأكيد عقوبة مانشستر سيتي ان الخامس يخش يلعب تشامبيونز ليج طبعا، لكن ده ما حصلش. عشان كده في اندية في غليان كبير جدا في أندية البريمير ليج، لان كان هيحصل ترحيل، بالتالي السادس والسابع، السابع كان لغاية المركز الثامن يقدروا يلعبوا ان هم يلعبوا في الويفا، ده غير ان لسه الكاس شغال فيها، كانت حسابات كتيره جدا. انتوا عارفين حضراتكم ان انا كل اسبوع بختار لكم ماتش بنتكلم عليه ماتش في ذا ويك، والحقيقه الاسبوع ده انا يعني استمتعت بماتش تكتيكي كبير جدا من مورينيو في ماتش توتنهام وارسنال. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان توتنهام وارسنال الديربي بتاع نورث لندن او شمال لندن، واحد من اهم الديربيات في انجلترا، واحد من اهم يعني الديربيات التاريخيه في انجلترا. وانا لعبت ماتشات ارسنال وتوتنهام كتير، كنت محظوظ ان انا جبت جون في ماتش في ارسنال وانا في توتنهام في الديربي، واجواء الديربي. الماتش اللي فات بيتلعب من غير جمهور، لكن مورينيو اكد بعد المباراه ان هو في اهم تصريحاته ان هو قال لهم ان الماتش ده بيعني الكثير جدا للجمهور، ولازم تلعبوا علشان خاطر الجمهور اللي مش قادر ان هو يحضر معانا في المباراه. وقدر ان هو انتوا عارفين ان امازون شارين الرايتس بتاعت الكواليس بتاعت توتنهام، وده سبب ازعاج كبير جدا لمورينيو حتى بعد التعاقد مع توتنهام. كان في الاول رافض وجود كاميرات جوه اوضه اللبس. بالنسبه للمدرب الموضوع ده مزعج جدا، امازون شركه طبعا كبيره جدا، دخلوا اشتروا الكواليس وقاعدين جنب مورينيو بيصوروا كل حاجه، فقال لهم ان اكيد امازون مصورين اللي انا قلته للعيبه، انا استخدمت العامل النفسي بشكل كبير جدا، وكنت عارف كنت بلعب بكل بساطه ان انا عارف ان ارسنال بيبداوا الهجمه من ورا، فانا كنت مستنيهم تحت وبلعب على الهجمه المرتده. لكن عايز اوريكم مورينيو بيتعامل في الماتشات الكبيره بذكاء كبير جدا، وهو طبعا راجل محنك في المباريات الكبيره. مورينيو بدا المباراه بال 4-2-3-1، ولكن لما كان بيخسر الكوره او هو معهوش الكوره كان بيقلبها 4-4-2. وكان لو تجيبوا لنا شباب المشكله اللي كانت موجوده عن او الشيب بتاع توتنهام في الشوط الاول، كان عنده مشكله كبيره جدا وهو بيبدا الهجمه كانت بتتقلب لثلاثه، ديفيز على طول واقف وأوريبي يعلق كانه وينج باك، ولوكاس مورا بيبقى كانه وينج باك شمال، وديفيز دايما بيستلم الكوره في رجليه فبتتقلب كانها 3-4-3. لا نرجع بالصوره اللي فاتت يا شباب، نرجع بالصوره اللي فاتت. دايما مورينيو بيلعب باتنين لعيبه على الدايره، واحد نمره 6 اجريسيف والتاني لعيب كوره. دايما كنت تلاقيه يلعب بداير ومعاه يا وينجز يا لوسيلسو، يلعب بسيسوكو ومعاه يا وينجز يا لوسيلسو. المره دي اختار ان هو يلعب باتنين لعيبه على الدايره لعيبه كوره، واستغنى عن فكره البلاي ميكر او اللعيب صانع اللعب اللي فوق، وخلى صناع اللعب بتوعه من ديبر بوزيشن. يعني ايه؟ هما الاثنين لعيبه الدايره دول بقى هما اللي بيصنعوا اللعب من اماكن بدري
في الملعب، وتعامل بذكاء كبيره جدا عشان يسحب الوينجرز بتوع ارسنال ويفضي اللعب الوينكس والوسيلسو ان هم يبقى عندهم وقت على الكوره ويقدروا يلعبوا الكوره لسون و لوكاس مورا اللي بينزلوا يستلموا دايما في رجليهم، وهاري كين اللي بيجري في المساحه او العكس، اتنين بيستلموا في رجليهم ومساحه. نخش في الصوره اللي بعديها، ده الشكل دايما بيلاقوا مورا ما بين الخطوط، ودايما كان بيتحرك في ظهر ديفيد لويس او ما بين في ظهر الثلاثه، ظهر الثلاثه اللي بيلعبوا ورا وبيتحرك في ظهرهم، بيران ذا تشانلز ودايما بيدوروا عليه. والصوره اللي انتوا هتشوفوها، نجيب الصوره اللي بعديها يا شباب، هنشوف قد ايه هاري كين دي كره اتحسبت اوف سايد في الشوط الاولاني، ازاي ان هم بيخشوا لجوه ودايما بيدوروا الوقفه طبعا بتوع الثلاثه السنتر باكات، الثلاثه الديفنس بتوع ارسنال كارثيه. وانا بقول ان ارتيتا مدرب كويس ومدرب عنده افكار كويسه، ولكن دايما هيواجه مشاكل بالاسماء اللي موجوده، بالذات في وجود مصطفي وديفيد لويس، دايما عندهم حته عدم تركيز، عندهم مشكله كبيره جدا. وارسنال من اكتر الفرق اللي كان متقدمه وبعد كده رجعت خسرت المباراه، هم واستهام في البريمير ليج، عندهم عدم تركيز كبير جدا. فمورينيو كان ذكي جدا في بدايه الهجمه، وكان عنده اصرار كبير جدا ان هو يبدا الهجمه من تحت. وانا بتكلم الكلام ده، يعني المدربين بتوعنا الصغيرين والمدربين حتى بتوعنا دايما لازم يدوروا ان هم يستفيدوا من افكار المدربين الكبار، ومش عيب. المدرب اللي عايز ينجح ويكبر لازم دايما يحاول يتعلم من اي معلومه ممكن توصل له. فانا بتمنى ان يبقى في مدربين بيتفرجوا علينا ويشوفوا ازاي ان ممكن فكره واحده تخليك ان انت تكسب ماتش، وازاي ان انت عندك مشكله في التسعين دقيقه تقدر ان انت تقراها وتعدلها، ودي اهميه اوضه اللبس، وازاي ان ممكن بين الشوطين تعمل حاجه مختلفه. الشوط الاولاني توتنهام كان عنده مشكله، وعايزين نجيب الصوره يا شباب، مهم جدا، كان عنده مشكله كبيره جدا ان سون وكين كانوا منعزلين على نص الملعب في الحاله الدفاعيه والشبه الدفاعي، وكان وسط ملعب الارسنال بيستلموا الكره دايما بارتياحيه كبيره جدا. نمشي الصوره يا شباب، دي الصوره بتاعت الثانيه، دي الصورة اللي موجودة. طبعا ارسنال بيلعب بثلاثة ورا، الثلاثة ودايما كان بيدور على تشاكا وكابيوس ان هم يحاولوا يستلموا الكرة. الصورة اللي بعديها يا شباب، على طول سون وكين كانوا بيروحوا يبيعوا نفسهم وما بيقفلوش زوايا التمرير على لعيبة نص الملعب بتاعت ارسنال، فكانت لعيبة ارسنال لعيبة نص الملعب كابيوس وتشاكا هم الاثنين بيستلموا الكرة بارتياحية كبيرة جدا، وبيلفوا وبيدوروا على بيبي وبيدوروا على لاكازيت اللي بينزلوا يستلموا في رجليهم، ودايما اوباميانج في ديج يجري في ظهر الديفنس، نفس الفكره. فنشوف ازاي مورينيو عدل اسلوب اللعب ما بين الشوطين، وطلب من سون وكين ان هم تدروب باك، وان هم دايما يقربوا من لعيبه نص الملعب بتوع ارسنال، علشان شايفين بعد كده ده في الشوط الاول دايما كابيوس فاضي ودايما تشاكا فاضيين. نمشي بالصوره يا شباب، نمشي ده كل ده الشوط الاولاني. في الشوط الثاني ده كان الشيب الدفاعي بتاع توتنهام، سون ده حتى قبل ما يجيبوا الجون ده دايما ده في الواحد واحد، ان سون وكين هما الاثنين دي دروب باك بقوا بيلعبوا في 25 متر، ولغوا الفكره بتاعت ارتيتا ان ارتيتا يلاقي لعيبه نص الملعب بتاعت ارسنال، وبقى بيلعب ان هو يلعب في ظهر الوينج باكس بتوع الارسنال عن طريق سيسوكو اللي كان بيلعب رايت ميدفيلدر، بيلعب في نص الملعب بس ناحيه اليمين، والناحيه الثانيه لوكاس مورا كليفت ميدفيلدر، وهو هم الاثنين بيستلموا الكره في ظهر الديفنس، وقدروا ان هم يعملوا مشاكل كبيره جدا للارسنال. مهم جدا ان انا اشرح لحضراتكم افكار المدربين، ازاي المدرب الفايق بيقدر ان هو بتحريك ان هو يقرا مشاكله جوه الملعب، ومورينيو ذكي جدا في قرايه مشاكله جوه الملعب، قدر بذكاء كبير جدا طبعا ان هو يلغي ميزه ارسنال في الشوط الاولاني، ان هم دايما كانوا بيلاقوا لعيبه نص الملعب بيلاقوهم بسهوله كبيره جدا، وده كان بيطلع دايما سون وكين بره اللعب، وكان بيخلي عندهم مشاكل توتنهام عنده مشاكل كتيره جدا في الشوط الاول. انتوا طبعا عارفين ان انا هنا معيش في قناه النهار، معيش رايتس، معيش هايلايتس، او معايا الامكانيه ان انا اقدر اجيب لكم لقطات حقيقيه من المباراه، لكن بحاول ان انا
احللكم بشكل مختلف ان افكار المدربين ازاي ان هم بيفكروا وازاي ان هم ممكن يحلوا مشاكلهم خلال ال 90 دقيقه وال 90 دقيقه شغاله. مورينيو صحيح توتنهام كانوا محظوظين شويه بالكره اللي بتاعت اوباميانج اللي جت في القايم، الفرص اللي ضيعها ارسنال قبل ما توتنهام يجيب الجون، ولكن مورينيو اهتم بالتفاصيل الصغيره اكتر من ارتيتا. ارتيتا لسه بيتعلم، ارتيتا عايز يلعب كره من تحت وكره جميله نو ماتر وات، نفس افكار جوارديولا ونفس افكار الاسبان، وده كويس. لكن انت هل عند ارسنال عندهم كواليتي اللعيبه اللي يقدروا ان هم يعملوا كده على طول تحت ضغط؟ شفنا في الهدف الاول الغلط اللي حصل في بدايه الهجمه، وازاي ان ديفيد لويس الراجل بدل ما يجيله يديله كره على شماله اداها له في اتجاه سون، وسون خد الكره انفرد بالحارس وعملها تشيب من فوق الحارس. دايما اخطاء كتيره جدا بتحصل، والكلام ده مش هيتحسن عند ارسنال الا لما يغيروا يعني الديفنس بتاعهم كله لا دفاعيا جيدين ولا بيبداوا الهجمه بشكل جيد. يمكن ديفيد لويس الوحيد اللي كورته كويسه، لكن عنده جنايات دفاعيه. ومن ضمن الحاجات اللي استغربت لها بشكل كبير جدا ازاي بعد كل الاخطاء اللي بيقوم بيها ديفيد لويس ان اداره ارسنال تجدد له عقده. مش قادر افهمها. يعني ديفيد لويس لعيب كويس جدا، لكن مش اللعيب اللي يقدر يشيل الديفنس بتاع ارسنال. معرفش ليه جددوا له عقده، وده في رايي قرار خاطئ، وقرار كل الخبراء في انجلترا وكل نجوم ارسنال القدامى اين رايت كلهم، بول ميرسون، كلهم بلا استثناء اتكلموا في النقطه دي، ازاي تجدد عقد لويس. ودي مشكله كبيره جدا موجوده عند ارسنال وعند ارتيتا، لان انا عارف ارتيتا بياخد كوتشنج بادجز من ويلز، من نفس المكان اللي انا باخده منه، وبنتقابل كل سنه. هو سابقني طبعا، هو دلوقتي خد البرو وانا في الايه، فبقعد كتير جدا اسمع منه. عنده افكار مهمه جدا، ذكي جدا، بيعرف يتعامل مع الميديا، لبق جدا في كلامه. لما بيطلع يعمل لنا برزنتيشنز او محاضرات عشان نستفيد من خبراته طبعا مع جوارديولا، وخبراته كبيره جدا، ومن احسن الناس اللي شفتها بتعمل سيشنز كترينر. بينزل الملعب يتكلم صوته عالي، كل الناس منتبهه، ذكي جدا، شايف كل حاجه بتحصل، ذكي جدا في البلاننج بتاعه للسيشنز كلها حاجات مهمه جدا بالنسبه للمدربين. ممكن الكلام بتاعي ممكن ما يبقاش مفيد قوي للمشاهد العادي، لكن انا حلقه اليوم الاربعاء بالذات حلقه تكتيك، حلقه الناس اللي بتحب الكوره قوي، لان انا شايف ان في ناس في مصر كتير جدا مظلومين، نفسهم يبقوا مدربين، وللاسف النظام بتاع مصر بيمنعهم ان هم يكونوا مدربين. وده الكلام اللي انا كنت بتكلمه امبارح مع ضيوفي. مصر بتعمل حاجه مش موجوده في اي حته في العالم، بتشترط ان انت عشان تحصل على رخصه تدريبيه ان انت تكون مارست اللعبه. وده كلام يا جماعه جرى عليه الزمن. احنا في كل حته في مدربين كبار على فكره في اوروبا ما لعبوش كوره، ولكن عندهم افكار كويسه، فقدروا ان هم يبقوا مدربين كبار بالدراسه وبالنوليدج وبالعلم وبالاصرار على التطور وبحاجات كتيره جدا. ليه احنا النهارده قافلين الباب على الشباب المميز جدا ان هم يبقوا مدربين؟ عارفين في كام شاب بيبعت لي بيقولوا لي يا كابتن نفسنا ابقى مدرب، بس انا مش عارف اخد الرخصه لان انا ما لعبتش كوره او ما سجلتش في قوائم اتحاد الكوره. فلازم دي حاجه تتغير، يعني لازم تتغير. عشان كده انا بعمل في حلقه الاربع دي دايما بعمل فقره فيها تاكتكس وكلام عميق جدا في التاكتكس، عشان الشباب دول اللي ما عندهمش فرصه ان هم يحصلوا على الرخص التدريبيه بتاعتهم من مصر، ممكن يعني اتمنى ان انا اكون بفيدهم في حاجه. يعني انا الحمد لله حصل على، سيبك من خبراتي كمدرب، لكن حصل على اعلى الدراسات التدريبيه من الاتحاد الاوروبي، وشغلتي غير ان انا ابقى اعلامي، ان انا انقل الرساله دي لاهل بلدي، للشباب اللي نفسهم يتعلموا. فبحاول ان انا اشرح لهم حاجات كتيره جدا، وباخد دايما اكزامبل ماتش حصل، الماتش ده اتكلم فيه بشكل يعني شكل مركز جدا على التفاصيل الصغيره في التاكتكس. واخترت الاسبوع ده ماتش ارسنال وتوتنهام وارسنال، ديربي شمال لندن، لانه كان ماتش فيه تاكتيك عالي جدا من مورينيو بالذات، وذكاء كبير جدا في كل خطوه بيعملها. طبعا الماتش 3-2-1، توبي ألدرفيلد احرز الهدف الثاني من ضربه ركنيه،
والوقفه بتاعت لعيبه ارسنال في الكورنر توريك ان هم بعاد جدا من ان هم يبقوا فرقه كبيره. واقفه فيها عدم تركيز، واقفه فيها اللعيبه بتتكل على بعض، واقفه فيها لعيبه ما عندهمش شخصيه، ان انت في الدقائق الاخيره يخش فيك كره ثابته بالشكل ده بيبان اللعيبه الليدرز واللعيبه القاده. ارسنال ما عندهمش قائد، لما يبقى القائد بتاعك ديفيد لويس فانت في مشكله كبيره جدا، لان ديفيد لويس يعني راجل على طول بيهزر، راجل مش يعني هو لعيب كويس لكن مش عايز اكون قاسي، لكن مش هو القائد ينفع يبقى القائد بتاع فريق كبير زي فريق ارسنال. فده ماتش الارسنال و توتنهام او توتنهام وارسنال وفوز توتنهام. والنهارده كمان توتنهام بيفوز على نيوكاسل لاول مره في تاريخ مورينيو، يفوز في سان جيمس بارك، بيكسر نحسه في سان جيمس بارك، والتوتنهام بيقرب من حجز مقعد اوروبي. طبعا مش ده المكان اللي مورينيو نفسه يبقى موجود فيه مع توتنهام، لكن بالنسبه لان هو راجل استلم القياده في نص الموسم وقدر ان هو يشتغل وقدر ان هو يوصل بالفريق لمقعد اوروبي ويلعب في اليوروبا ليج، كان تصريحه ذكي جدا. وبص الذكاء في التعامل مع الميديا، لما مورينيو بيحب يبقى ذكي ساعات بيتغابى وبيقصوا على لعيبته وبيخسر اوضه اللبس، وعارفين مورينيو خسر اوضه اللبس في الريال، خسر اوضه اللبس في تشيلسي في المره الثانيه، خسر اوضه اللبس في مانشستر يونايتد بانتقاده للعيبه. هو في توتنهام ذكي شويه، يعني اتعلم من اخطائه بشكل كويس، طلع قال ما يهمنيش ان انا انهي الموسم فوق ارسنال لان ده مش حلمي، لكن مهتم جدا ان انا اتواجد في اليوروبا ليج مع توتنهام في الموسم القادم حتى لو هي مش البطوله المفضله ليا، لكن لما اضطريت ان انا العبها كسبتها في المرتين فعايز اكسبها مره ثالثه مع توتنهام. وده ذكاء كبير جدا من المدرب في التعامل مع الميديا، ان هو ازاي ان هو ينقل حاجه. الناس ابتدت مورينيو، الناس ابتدت ان هي تقول مورينيو مش مناسب، مورينيو فقد هويته، مورينيو مش هو المدرب اللي كان عليه، مش هو من خمس ست سنين. قدر يحول في اسبوع 10 ايام بالفوز على ارسنال، فوز ماتش مهم، الفوز على نيوكاسل، وان هو يقلب موضوع المشاركه في اليوروبا ليج بدل ما هو خيبه امل بالنسبه للجمهور ان هو لا بيبني لهم حلم في الميديا ان هو لا انا هقدر ان انا افوز باليوروبا ليج معاكم. فده ذكاء المدرب، ازاي ان انت تقدر تحول موقف من هنا لهنا في 10 ايام. لو رجعتوا الميديا والصحافه الانجليزيه كنتوا هتلاقوا ان مورينيو كان بيتعرض لانتقادات كبيره جدا من اسبوعين فقط، ولكن هي دي الكوره، ان بسرعه جدا قدر ان هو يحول الدفه من حاجات سلبيه لحاجات ايجابيه. والنهارده بعد فوزه على نيوكاسل طبعا قدر ان هو يكسب مره تانية جزء من حب جمهور توتنهام. جمهور توتنهام اصلا ما بيحبش مورينيو قوي، لان مورينيو زي ما انتم عارفين يعني هيز تشيلسي ليجند، هو اسطوره في تشيلسي، ومورينيو دايما كان بيقول كلام صعب جدا على توتنهام وهو ماسك تشيلسي، وعشان كده يعني ايه يعني في جزء كبير جدا جمهور توتنهام يعني غريب، مش غريب، جمهور توتنهام يونيك، يعني ايه يونيك؟ يعني مختلف شويه، يعني هو ايه مش بيحبوش حد بسهوله. ف في رايي ان هو شغال كويس، بالذات ان مفيش بادجت، بيشتغل مع رئيس نادي مش سهل، دانيال ليفي، و ما كانش فيه صرف السنين اللي فاتت، خسر إريكسن واحد من اهم صناع اللعب الموجودين في العالم، خسروا للانتر. عارف ان في الترانسفير اللي جاي مش هيبقى معاه فلوس كتير ان هو يصرفها، هتبقى الحرب بالنسبه له ان هو الابقاء على هاري كين، وان هو يقدر ان هو يطعم باثنين او ثلاثه لعيبه. فمورينيو بيقوم لغايه دلوقتي في رايي بدور جيد جدا مع توتنهام، علشان ان هو يقدر يخليهم ان هم موجودين في 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 مراكز متقدمه في الموسم القادم لو كان معاه بادجت ان هو يقدر يصرف على اللعيبه. تشيلسي بيفوز على نورويتش، طبعا نورويتش الفريق اللي خلاص تاكد هبوطه للتشامبيونشيب. لامبرد مدرب كبير، اثبت ده مع داربي كاونتي في الموسم الماضي،
والموسم ده رغم خسارته لايدن هازارد ورغم ان هو ما كانش عنده كان عنده برضه عقوبه مش قادر ان هو يمضي لعيبه، لكن قدر بذكاء كبير جدا ان هو يطلع لعيبه صغيره وان هو يديهم الثقه. واسطوره اسطوره في تشيلسي فرانك لامبرد، ولو قدر ان هو يلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه مع تشيلسي مع اللعيبه اللي هو تعاقد معاها دلوقتي زياش وجياش من اياكس طبعا لعيب مهم جدا، و فيرنر طبعا من المانيا قدر ان هو يتعاقد معاه، فبيطعم بشكل جيد جدا. ولكن الغلطه في رايي الكبيره اللي ممكن يعملها لامبرد هو زي ما احنا بنسمع ان هو يبيع كانتي، لان كانتي لعيب مهم. معرفش ليه لامبرد بيفكر ان هو يبيعه. بيحاول ان هو كل الكلام اللي بيتقال في الميديا ان هو بيحاول ان هو يوفر فلوس او ان هو يستثمر في كانتي، وعارفين ان الانتر وكونتي بيحب كانتي بشكل كبير جدا، فعايزه ان هو في الانتر ان هو يستفيد بالفلوس بتاعته ان هو يتعاقد مع 3 أو 4 لاعبين اخرين. فتشيلسي لو فضل ماشي في الدايركشن ده ولامبرد تقل كمدرب مع الخبرات اللي بياخدها هيبقى تشيلسي فرقه من الفرق المميزه جدا في الموسم الجديد. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم على الكره الايطاليه وعن اليوفي وعن عن اتلانتا وازاي اتلانتا قدروا ان هم يبهروا العالم بشكل كبير جدا مع محللنا الفني الخبير الفني في الكره الايطاليه حسام الحاج علي. النهارده فوجئت بموضوع كبير جدا على السوشيال ميديا، ان شيكابالا طالع معايا في الاستوديو، وان هو طالع معايا بزوم او هو طالع معايا، وناس زعلت وخالد ان هو جاي الاستوديو يعني، وخالد الغندور طلع قال ان ازاي اللعيبه بتطلع ما بتطلعش على قناه الزمالك وتطلع على قنوات تانية وتخرج من المعسكر وكذا. عمري في حياتي ما اتكلمت مع شيكابالا ان هو يجي البرنامج في اي وقت وهو موجود في معسكر. عمري في حياتي ما اسحب لعيب من اي نادي في معسكر عشان يجي يتواجد معايا في حلقة. ليه؟ لان انا مدرب قبل ما اكون مقدم برامج، وعارف ازاي الموضوع ده ممكن يكون يأثر على تركيز الفريق، يعني عمري ما عملها ابدا. فكابتن خالد ممكن تكون تسرع في البوست اللي هو كتبه، مشي ورا الاشاعات يعني كعادته، مشي ورا الدايركشن بتاع الحاجه. بقول له يعني اهدى، ما فيش حاجه يعني. وبعدين حتى يا عم لو شيكابالا جه لميدو، ما ميدو راجل اخوك وراجل الدنيا عادي يعني، ما فيش مشكله يعني، اهدى. دي صوره منزلها شيكابالا على انستغرام، لسه منزلها وعامل لي تاج على انستغرام بيقول للناس اهو انا ايه، انا بتفرج على اوضه اللبس من المعسكر عشان الناس بس ايه تهدى يعني. الناس مفيش لعيب يخرج من المعسكر عشان يروح برنامج يعني، اللعيب اللي يخرج من المعسكر عشان يروح برنامج يبقى اماتور، يبقى هاوي، والمدرب هاوي واداره النادي هواه، واحنا عمرنا ما هنسمح ان احنا نطلع نادي الزمالك او اي اداره تانية ان هم يبقوا هواه عشان او اي نادي تاني عشان اللعيب يبقى موجود معايا في برنامج يعني بالعقل كده يعني. ف اهدى يا عم، مالك، ما تزعلش قوي يعني، مش عارف الناس مالها زعلانه ليه. عايزين نحلل بقى ايه اللي موجود في اوضه شيكابالا. على فكره شيكابالا بيقعد معاه مين بقى في الاوضه؟ بيقعد معاه عبد الشافي. لسه شيكابالا كان بيتكلم معايا اول امبارح فبيقول لي عبد الشافي معايا في الاوضه، فقلت له اوعى تنسى الكلام لان عبد الشافي ما بيتكلمش خالص ولا عنده اي درايه بايه اللي بيحصل في العالم خالص. وعايز اقول لك قصه على عبد الشافي. عبد الشافي لما رحت السعوديه كنت انا بقالي ماتشين مثلا ماسك في السعوديه
وخدت بقى احسن مدرب في الدوري السعودي في ماتش منهم والناس كلها بتقول ميدو وكذا وبتاع. فالفرقه اهلي جده كانوا بيتمرنوا في الملعب اللي جنبنا في يعني في فتره يعني. وكان بعديها بثلاث ايام عندنا هنلعب اهلي جده وانا مدرب الوحده، انا مدير الفني بتاع الوحده وانا مصري وعبد الشافي مصري والمفروض ان هو يعني يحس بيا يعني اي حاجه يعني. وانا بركب العربيه بعد تمرين وخلاص بعديها بيومين هنلعب بالاهلي جده وعبد الشافي لعيب في اهلي جده. فقابلت عبد الشافي في الباركينج في الكار بارك، شيفو حبيبي وحشني، رحت اسلم عليه وبايسو ايه الاخبار عامل ايه وبتاع. فقال لي ازيك يا ميدو كابتن ميدو حبيبي عامل ايه وحشني، انت بتعمل ايه في السعوديه؟ فقلت له يا ابني الذي بعمل ايه في السعوديه، انا مدرب الفرقه اللي انتوا هتلعبوها بعد بكره. قال لي والله ما اعرف، ما اعرفش حاجه، انا اول مره اعرف ان انت جيت السعوديه. ده عبد الشافي ما عنده بص ما عندوش واتساب ولا عنده فيسبوك ولا عنده اي حاجه، ما اعرفش اي حاجه، هو بس ايه بيلعب كوره بس كده واهله. لكن واحد من افضل الباكات ليفت اللي جم في تاريخ نادي الزمالك، واحد من افضل الباكات ليفت اللي جم في تاريخ مصر، واحد من اقدب اللعيبه اللي لعبت معاها ودربتها. اسطوره حقيقيه، واحد لما تقعد معاه تحبه، ملاك عبد الشافي. على فكره خلي بالكوا دمه خفيف جدا، تلاقيه ما يعني مثلا ايه ممكن تلاقيه معاه سحليه صغيره يطلعها من الشنطه يحطها في ظهر حد، دمه خفيف جدا وبيحب يعمل مقالب في الناس بتاع، لكن برضه هو ساكت ما بيفتحش بقه بيضحك بالراحه كده. عبد الشافي اسطوره، اسطوره، وقدر ان هو يحفر اسمه في قلوب الزملكاويه. لكن بقول الناس اللي هي ثارت وتعبت، انا دايما ما بحبش يعني اخش في الحاجات دي، ما تزعلوش قوي يعني، لا يمكن ابدا اجيب شيكابالا يعني هدوا انفسكم شويه عادي يعني مفيش مشكله يعني عادي يعني. ف شيكابالا مش هيجي ولا حاجه، شيكابالا قاعد في المعسكر اهو بيتفرج على برنامج اوضه اللبس، وبيشرفني ان اللعيبه الحمد لله كلها متابعه البرنامج، كل اللعيبه بتكلمني والحمد لله بتهنيني والناس في الشارع بتهنيني. ف سعيد جدا بالبدايه اللي احنا بداناها. هنروح لحسام الحاج علي جاهز معانا ونتكلم معاه على الكره الايطاليه. حسام مساء الخير، معلش اخرناك شويه النهارده. اليوفي بيتعادل 3-3 مع ساسولو، حسام ايه رايك؟ اهلا بيك ميدو، مساء الخير ليك واسره البرنامج وكل متابعي البرنامج، كالعاده مبدع وشيكابالا كويس اللي يتفرج في البرنامج في التلفزيون. النهارده عملوا قصه كبيره يعني. كنت شيء كويس يعني النهارده عملوا قصه كبيره إيه مش عارف ميدو، تعرف شو نقوله في تونس احنا؟ قول لي. نقوله ميدو لحمته حلوه، اي شيء يعملوا ميدو العالم الكل يتكلم عليه. مش عارف والله، ما فيش حاجه، عادي ما فيش مشكله، انا والله قلبي يعني ما بزعلش من حد، بس الواحد بيستغرب يعني الناس ازاي تطلع عادي ما فيش مشكله. والله مش نرجعوا على مباراه اليوفي وساسولو اليوم. يس. لو تتذكر ميدو الاسبوع الفارط ايش قلت لك ساري لما يكون على دكه الاحتياط او على الخط ما يشوفش المباراه، وانا وجهه نظري الفرق بين مدرب، لان ميدو انت مدرب سنوات وتعرف اليوم كل مدرب معاه مساعدين ويعرف يعمل تشكيله ويعرف يعمل تمرين وعادي، هذا اي مدرب يعرفه، لكن الفرق بين مدرب ومدرب المدرب اللي يقرا المباراه، وبالنسبه لي مدرب افضل من مدرب اللي يقرا المباراه ويشوف منافسه لما يكون فريقه فايز، ليس لما تقبل وتكون خسران خلاص تدخل مهاجمين وسط مهاجمين وتقول خلاص غيرت الفريق. انا لما كنت اتفرج في المباراه واليوفي فايز 2-0 وساسولو رجع في المباراه وما زال ما سجلش، قلت لازم ساري يتدخل ويلقى حل، لان اليوفي خسر وسط الميدان وعمل 20 دقيقة عملها ساسولو، لولا شيزني كان ساسولو يرجع 2-2 منذ الشوط الأول. لكن ساري مثل مباراة الميلان رجع ساسولو 2-1 2-2 3-2 ثم ساري فاق اللي الفريق في حالة كارثية وممكن يخسر المباراة مرة أخرى. ساري بعد مباراة ميلان، مباراة أتلتيكو مدريد، مباراة أتلانتا، العديد لازيو، العديد من المباريات، مدرب يبقى يتابع المباراة وكأنه واحد من الجماهير، والفريق يعاني والفريق يقبل والفريق عنده مشاكل على الأطراف والفريق عنده مشكل في نص الملعب، لكن يبقى ينتظر ماذا سيقوم به ديبالا، ماذا سيقوم به رونالدو، ماذا سيقوم به هيغوين. بالرغم من 20 دقيقة الأولى ميدو أحسن 20 دقيقة ممكن قام بها اليوفي منذ مدة طويلة، ضغط عالي، فريق متمركز جيدا في الملعب، هناك تدرج بالكرة، افتكاك بالكرة، هناك تنويع في الكرة الثابتة،
لكن بعد 20 دقيقة خلاص كل شيء انتهى، ساسولو أصبح متصدر وأصبح متسيد بالمباراة. حسام، الناس كلها بتستغرب إزاي ممكن مدرب يتحول من إن هو يلعب أحلى كرة في إيطاليا مع نابولي، وإن هو ببادجت أقل وإمكانيات مادية أقل يقدر إن هو يخلي العالم كله بيتفرج على نابولي، ولما يروح نادي كبير بحجم اليوفي وباللعيبة الكبار الموجودين في اليوفي وفي الإدارة المستقرة الأهدى نسبيا من لوريانتي رئيس نادي نابولي، إزاي إن هو مش قادر إن هو يوصل أسلوبه للعيبة، مش قادر يقنع الجمهور والجمهور اليوفي؟ إزاي ساري إزاي تحول من ساري نابولي لساري يوفي؟ أنا وجهة نظري ميدو أنه أثبت ساري أنه ما عندوش شخصية فريق بهذا الحجم اللي دائما الهدف متاعه الفوز بالبطولات. لما كان في نابولي ما كانش عنده ضغط كبير، يلعب كرة ممتازة، كرة هجومية، حتى لو ما يفوزش بالدوري عادي، ترتيبه الثاني ومنافس ليوبي جيد. لما حتى لما راح تشيلسي، راح تشيلسي في وضعية صعبة، ليس تشيلسي في أحسن حالته، ليس تشيلسي عنده نجوم كبار، ممكن باستثناء هازار ما عندوش نجوم اللي ممكن يسمحوا له يفوز بالدوري، لذلك لعب من دون ضغوطات، فاز باليوروبا ليج، خسر الكاس، لكن ما كانتش عنده ضغوطات انه يلعب على الدوري. لما جاء اليوفي فريق 8 مرات فايز بالدوري، الفريق يلعب من اجل الشامبيونز ليج، اصبح مطالب انه يقنع ويفوز، وهذا الى حد الان ساري اثبت انه مش قادر عليه، لانه صراحه المباريات الاخيره اصبحت مخيفه لجماهير اليوفي. انا ميدو نتابع في اليوفي من عام 82 تقريبا اول سنه، وشاهد اليوفي كيف الفريق ترجع عليه في المباراة، يتقدم 2-0 يخسر 3-2، الفريق يقبل العديد والعديد من الأهداف. في السابق كان اليوفي لما يتقدم هدف مقابل صفر صعب جدا أنك حتى ترجع له أنك تسجل، اليوم أصبحت الفريق الكل قادرة تسجل هدفين وثلاثة لليوفي دون أي ردة فعل. صراحة بعض الأشياء تشاهدها في المباراة، يعني كلنا نشاهده في مردود برناردسكي، مردود ماتويدي، مردود بعض اللاعبين، مباراة ولا مباراة، مباراة ولا مباراة، والأداء أكثر من سيء. لكن المدرب نفس الشيء، نفس الاختيارات، نفس التغييرات، أشياء روتينية. شاهدنا ردة فعل اللاعبين، شاهدنا رونالدو كيف معصب على الميدان أنه الفريق بعد 2-0 وكأنه خرج من المباراة والفريق الأخرى ترجع عليه. مشاكل تكتيكية، مشاكل فنية، تغييرات روتينية، يعني ولا شاهدت مرة. ميتو أنت بعض الأحيان مباراة تكون خسرت المباراة أو تحس المنافس خذا عليك الأسبقية، تغير تكتيكيا، تغير في طريقة اللعب، تغير في بعض الأشياء، لكن لاعب بلاعب، مهاجم بمهاجم، لاعب جناح بلاعب جناح، ظهير بظهير، يعني تغييرات روتينية. أي واحد من الجمهور لو ينزل يقدر يقوم بهذه التغييرات. المدرب ممكن إذا قارنت مقارنة صغيرة مع أليجري ميدو، أليجري يبدأ لك 4-3-3 يغيرها 4-4-2، بعض الحين يغيرها 3-5-2 حسب مجريات المباراة، حسب المنافس، حسب فورمة اللاعبين. لكن ساري تغييراته كلها روتينية، وهذا أصبح مخيف جدا خاصة قبل مباراة الشامبيونز ليج. لولا تعثرات اللي قام بها الانتر واللي قامت بها لازيو، لكان ممكن اليوفي ممكن يخسر الدوري هذا الموسم. يعني حسام، هل ممكن يكون سبب من أسباب يعني عدم نجاح ساري حتى الآن في إقناع اللاعبين ان هو ما عندوش فوتبول باك جراوند، او ان هو ما كانش لاعب كره سابق؟ انت كلاعب كره سابق حسام، لما يخش لك مدرب في اوضه اللبس، اوكي، ساري كلنا عارفين ان هو كان راجل موظف، كان راجل بتاع ارقام وراجل بتاع ستاتستكس واحصائيات، وقدر ان هو في بنك كان بنكير يعني، وان هو بقى مدرب كوره وبعد كده تدرج من انديه صغيره وبعد كده مسك لغايه ما مسك نابولي، وهو نابوليتانو يعني من نابولي، رجل من نابولي. هل انت حسام، هل لعيب الكوره يفرق معاه ان المدرب اللي شغال معاه نجم كان لعيب كبير، ولا ما تفرقش مع اللعيب؟ هل ساري بان هو ساري ما كانش لعيب كوره كبير، هل ده مخلي رونالدو بيقول له مين انت اللي تقول لي معلومه، مين انت اللي تقول لي اتحرك؟ هل ده يخلي واحد زي كليني يقول له معلش انت فين، ايه الكارير بتاعك؟ هل ده، هل لعيب الكوره بيتاثر بان مدرب كان لعيب كبير ونجم من عدمه؟ شوف ميدو، انا وجهه نظري اللي دائما
لو يكون المدرب كان لاعب كبير دائما افضل، لاني لما تعطيني نصيحه او تقول لي سوي كنترول بالطريقه هذه او تزه بالطريقه هذه نقول انا خلاص شفتها واللاعب هذا كان يعملها في السابق يقنعني اكثر. لكن بالرغم من هذا ميدو هناك لاعبين كبار ما صعوش مدربين كبار، وهناك ناس ما لعبتش كوره مثل مورينيو، مثل ارسن فينجر ما لعبش بالمستوى العالي، مثل اريغو ساكي كان يبيع في الاحذيه واصبح مدرب. لكن اللاعب لما يجيك مدرب وحتى لو انه ما لعبش كوره ويعطيك بعض الاشياء وتحس بالتمارين نتاعو في التغييرات نتاعو في طريقه اللعب يغير لك شيء جديد حتى لو انه ما لعبش كوره يقنعك. اكيد انا نفضل انه المدرب يكون لاعب كبير، لكن هناك مدربين ما كانوش لاعبين كبار لكن اقنعوا اللاعبين ووصلوا لهم الفكره. اليوم ساري لا عنده باك جراوند كلاعب كبير والى حد الان مش قادر يوصل افكاره كمدرب، وهذا المشكل الكبير. يعني اليوم ساري تحس اللاعبين مش فاهمين ماذا يريد المدرب، لان هناك مدربين ميدو يفضل الضغط العالي، يفضل انه يمنع المنافس من خارج الكره، هناك مدربين يلعبوا في منتصف ملعب نتاعهم ويقبلوا اللعب ويحاولوا يلعبوا الهجمه المرتده، هناك مدربين يلعبوا من جهه ويحاولوا ينهيوا الهجمه من جهه ثانيه. يعني هناك فكر، لكن اليوم لما تفرج يوفي ساري من مباراه الى اخرى ما تحسش او اللاعبين مو فاهمين ماذا يريد ساري من الفريق، هل سيهاجم هل سيدافع. منتصف الملعب باستثناء بنتانكور ولما تخلى رابيو ما هو ليس هناك من نص ملعب، ليس هناك لاعبين تفتك الكوره. يعني صراحه مش فاهم الى حد الان ماذا يقوم به ساري في التمارين. يعني انت ميدو لما تلعب مباراه الاسبوع اللي بعد في التمارين تحاول تصلح الاخطاء، صح ولا لا؟ صح طبعا، تصلح اللي ما مشاش. لكن احنا نشاهد في نفس الاخطاء تتكرر من اسبوع الى اخر، ليس هناك اصلاح، ليس هناك ردة فعل، ليس هناك اشياء جديده، ليس هناك فكر جديد. ومره اخرى نقول لك كل هذا مخيف جدا قبل مباريات الشامبيونز ليج، لان صراحه حتى مباراه ليون اليوم اصبحت مخيفه، لان كل الفرق ميدو اليوم تسجل على اليوفي. اتلانتا تسجل، ميلان تسجل، لازيو تسجل، ساسولو تسجل، كل الفرق اليوم تسجل على اليوفي، واليوفي ضد ليون لازم يسجل هدفين وما لازموش يقبل اهداف. وهنا المشكل 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 الكبير بالنسبه لساري، لا فريق قوي هجوميا ولا الفريق يقدر انه ما يقبلش اهداف. في السابق اليوفي قادر انه يعدي لك مباراه 0-0، تتذكر انت ضد البرسا فاز 3-0، راح الكامب نو البرسا بكل نجومها 90 دقيقه مش قادرين يسجلوا هدف ولا حتى يسدوا على المرمى. اليوم اليوفي له فريق قوي هجوميا باستثناء بعض الاشياء الفنيه الفرديه اللي يقوم بها رونالدو او ديبالا او دوغلاس كوستا، ليس الفريق اللي يضغط ضغط عالي ويمنع المنافس من لعب الكره، وليس الفريق اللي يلعب ببلوك با، الفريق اللي يقدر يدافع ويلعب الهجمه المرتده. يعني صراحه اليوم بعد نهايه موسم تقريبا الفريق لعب اكثر من 50 مباراه ولا واحد فاهم ماذا يريد ساري من الفريق او ماذا يريد من اللاعبين. مش ممكن يكون حسام ان 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 ضمان لاعبي اليوفي للسكوداتو وان هم بيلعبوا بارتياحيه كبيره يخليهم يظهروا بالشكل ده، وبعد كده لما يجوا يلعبوا في الشامبيونز ليج يكونوا بيلعبوا باسلوب مختلف تماما؟ شوف انت ميدو اكثر انسان عارف، انت لاعب كبير ومدرب كبير، تعرف انت اللاعب الكوره ما عندوش زر يضغط عليه، هذه مباراه نلعبها اوكي نحسب، وهذه مباراه نلعبها شامبيونز ليج نغير. انت حتى تجهز الشامبيونز ليج لازم تعمل 5-6 مباريات في التوب. بس الحافز الحافز والعامل الذهني مهم جدا في الكوره، في الكوره حسام معاك ميدو، اما ما فيش حافز اكثر من فوز بالمباريات. يعني انت اوكي كلاعب كوره تلعب في اليوفي مثل رونالدو او ديبالا او ديليخت او لاعبين من مستوى عالي، انك تقبل 3 اهداف من ساسولو، انك تقبل 4 اهداف من ميلان عادي. لا لا طبعا لا يعني لا 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 معاك. انا بسألك، انا اكثر من لاعبين ميدو انا اللوم على المدرب، انا اكثر من لاعبين اللوم على المدرب، انا نحس في اللاعبين قاعدين يبذلوا في مجهود، لكن تحس اللي الامور اللي مش ماشيه في عدم اقتناع، في عدم اقتناع بساري، في عدم اقتناع بساري من اللاعبين. واضح واضح. اوكي حسام واضح واضح. اللاعبين تفضل حسام تفضل. تحس ما فيش ردة فعل من اللاعبين، ما تحسش المدرب لما كان أليجري ولا كونتي، مش أعطي مثال أنا ميدو، لما يكون الفريق في وضعية صعبة تشوفوا على الدكة، تشوفوا على الخط كيف يصرخ على اللاعبين، كيف يوجه، كيف يقنع. ساري بيشرب سجاير، ساري ماشي جاي على الخط
ماشي جاي على الخط مش فاهم شو هو صاير في الملعب. اوكي حسام، انا عارف ان انت عايز تتكلم على اليوفي بحكم ان انت يوفنتينو، عايز تتكلم على اليوفي طول البرنامج، لكن عايز اخدك لاتلانتا، وازاي ان 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 اتلانتا قدروا ان هم يبهروا العالم كله، وازاي ان جاسبريني قدر ان هو يصنع فريق ممتع، ممتع من افضل الفرق اللي شفتها بتلعب كوره في السنوات الاخيره. حسام معايا ولا لا؟ الصوره واقفه. اوكي حسام معايا. اوكي لغايه ما نوصل لحسام الحاج علي مره تانية، اتلانتا واحد من الفرق اللي لو تابعتوها السنه دي، اول حاجه بيكسبوا خمسات وستات واربعات واسكية. الراجل جاسبريني مدرب ذكي جدا، قدر ان هو يصنع فريق هجوم مرعب. سجل 93 هدف في الدوري الايطالي من 33 مباراه، التسديدات 19، الافرج بتاعها 19 المباراه، التسديدات على المرمى 7.5 المباراه، الاهداف من اللعب المفتوح يعني مش من كرات ثابته 63 هدف، والاهداف من كرات ثابته 18 هدف. فريق يعني اولموست متكامل، تقريبا متكامل، كره بيلعبوا كره رهيبه. عايز استعرض لحضراتكم جاسبريني بيلعب ازاي بيلعب جاسبريني. ذكي جدا في ان هو بيعمل دايما اوفرلود على الاجناب، بيلعب بطريقه اسمها 3-4-1-2 او اللي هي باك 3 دايموند. باك 3 دايموند دي طريقه محتاجه عبقريه كبيره جدا، واول واحد لعب بيها سواء مع اتلتيكو بالباو وسواء مع منتخب تشيلي هو بيلسا. بيلسا العبقري اللي بيروح جوارديولا يتعلم منه في اوقات فراغه، يروح يقعد معاه ويتكلم في الكوره، بيقول ان هو بيقعد يتكلم معاه في الكوره لاكثر من 15 ساعه. بيلسا مدرب ليدز يونايتد العبقري المجنون، هم بيقولوا عليه اللوكو، اللي دايما عنده افكار مختلفه وهو قاعد كده بيفكر في الكوره. حسام رجع معانا تاني؟ اوكي. وهو قاعد كده بيفكر في الكوره. حسام اهلا بيك مره تانية. كنت بتكلم حسام على اتلانتا وطريقه الباك 3 دايموند، وازاي ان جاسبريني قدر ان هو يقتبس فكره بيلسا في ال 3-4-1-2 واللي لعب بيها مع اتلتيكو بالباو، ولعب بيها مع تشيلي، ولعب بيها مع مارسيليا في بعض الاوقات، ودلوقتي مع ليدز يونايتد بيحاول يطبقها في وقت من الاوقات. الاول عايز اخد رايك في بيلسا، وازاي مدرب بعبقريه بيلسا قدر ان هو يعني ما وصلش للنجاح الكامل اللوكو، ازاي ما قدرش للنجاح، يوصلش للنجاح الكامل رغم اعتراف الجميع بعبقريته؟ لانه ميدو بيلسا صحيح عبقري لكن مجنون. هو اسمه اللوكو. صعب انك تتعامل معاه، يعني لازم افكاره تطبق بنسبه 100% من قبل اللاعبين، من قبل الاداره، من قبل الكل، ولا حد يقدر يناقش معاه، او لازم اللي يطلبه يكون موجود، وهذا صعب انه يتوفر في العديد من الادارات، لذلك نادرا ما يبقى في نادي. وكمان حسام بيمنع اي حد من الاداره ان هو يتواصل مع اللاعبين باي شكل كان، باي شكل ممكن. ممنوع ان هم يتواجدوا غرفه خلع الملابس او التريننج جراوند باي شكل، ممنوع ان هم بعد الماتشات ينزلوا ان هم يهنوا اللعيبه، عنده اسلوبه الخاص. ولذلك قلت لك صعب انه يقبلوه النوادي. تعرف ميدو بيلسا لما كان يدرب في منتخب الارجنتين قال في بيته في الصالون عنده 10 تلفزيونات ويقعد يتابع في التلفزيونات من الصبح لحد الليل، لقطه من على اليمين، لقطه في التلفزيون هذا، لقطه على اللاعب هذا، 10 و12 ساعه 10 تلفزيونات في الصالون، وهو ما يطلعش من الصالون ويقرا المباريات ويحلل المباريات. عبقري لكن مجنون. وصعب انه تعرف ميدو لما راح الفريق ليل الفرنسي بعد اسابيع قليله خلاص ما عادش يقدر، والاداره ما عادش تقدر، قالت هذا مجنون، صعب. وخسر اوضه اللبس، التعامل معه صعب، خسر اوضه اللبس. صعب لكن عبقري كفكريا وافكاره الكرويه، صحيح عبقري لكن مجنون وصعب في الكوره. تعرف نادرا ما الفرق والادارات تقبل مدرب بهذه العقليه. ازاي جاسبريني قدر ان هو يقتبس الباك 3 دايموند حسام لاتلانتا بلعيبه امكانيات اقل، ازاي قدر ان هو يصمم
يصمم الفريق الممتع اللي احنا بنشوفه في 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 الدوري الايطالي او سواء في الشامبيونز ليج. شوف ميدو اللي ممكن ما يعرفش، ممكن فيه ناس عرفت جاسبريني الان مع اتلانتا، لكن اللي تابع مسيره جاسبريني مع جينوا كان ممتاز جدا وقدم مواسم ولا اروع. مشى للانتر حاول يطبق هذه الطريقه، لكن بعد شهرين اقيل لان الانتر ما صبروش على جاسبريني، وده كان غلطه كبيره في رايي. اتلانتا غلطه كبيره لانه مدرب بهذه العبقريه لازم تصبر عليه وتعطيه الوقت. شوف ميدو، انت لو تسمي لاعبه اتلانتا قبل بدايه الموسم، انا ناكد لك 50% من متابعين كره القدم ما يعرفوا ولا لاعب من اتلانتا. صحيح. اليوم كل لاعبين اتلانتا اصبحوا نجوم، لماذا؟ لان جاسبريني عمل منظومه ترتكز على افكار، ليس فقط على لاعبين، اذا غيب لاعب او اثنين تخرب المنظومه. اليوم 3-4-1-2 بعض الاحيان تتحول الى 3-4-2-1 بوجود جوميز وإليسيتش ولا زاباتا، ولما غاب في المباراه الاخيره جوميز دخل بازاليتش اصبح يلعب وراء زاباتا، يعني تتغير لاعبين، غاب جوسينس على الجهه اليسرى اللي كان ممتاز جدا ويصنع الفارق كظهير، دخل كاستاني نفس الشيء، الفريق يلعب بنفس المنظومه. السيستم هو اللي يخدم مش اللعيب، السيستم هو اللي يخدم، السيستم هو السيستم. غاب فريلر في نص الملعب، دخل تمازي نفس الشيء، وهنا المدرب اللي مش يغيب لاعب ولا اثنين، لما نقارن ان جاسبريني وساري مين عنده افضل لعيبه ميدو؟ مين عنده افضل دكه احتياط؟ لكن شوف شوف الفرق بين الفريقين، فريق عارف شنو يحب في المباراه، لاعبين فاهمين، لاعبين عارفين، يلعبوا عينيهم غمضين اللاعبين، مش محتاجين نصائح او محتاجين انهم يعرفوا من المنافس، يعرفوا ماذا مطلوب منهم في المباراه، وهنا اللي قام به جاسبريني صراحه يدرس في مدارس كره القدم. صحيح. مثل ما الناس مشيت تفرجت في بيلسا، على الناس والمدربين الشبان يمشيوا يتفرجوا في جاسبريني وما يقوم به اتلانتا. ليس فقط شفت ضد فالنسيا في الشامبيونز ليج، الفريق اللي سجل 7 على فالنسيا. صحيح. الفريق اللي لعب ضد مانشستر سيتي، صحيح ما فازش على السيتي، لكن عمل المباراه ولا اروع ضد السيتي في الشامبيونز ليج في دوري المجموعات. فريق لا يهاب المنافس، فريق يلعب على افكار مدربه ليس على المنافس فقط. صراحه جاسبريني اتمناه يكون عنده لاعبين سوبر في فريق كبير، وبهذه الافكار ممكن يفوز باكبر البطولات بهذا الفكر وبهذا اللي تشاهدوا فيه من فريق اتلانتا. حسام، يعني اتلانتا سجل 4 أهداف على الاقل في 10 مباريات خلال الموسم الحالي، وده اللي بستعرضه على الشاشه دلوقتي. اتلانتا ساسولو 4-1، اتلانتا اودينيزي 7-1، اتلانتا ميلان 5-0، اتلانتا بارما 5-0، اتلانتا تورينو 7-0، اتلانتا فالنسيا 4-1، ليتشي 7-2، فالنسيا 4-3، ساسولو 4-1، وبريشيا 6-2. نتائج غريبة ان فريق يكسب بالسبعة وكثافة هجومية وثلاثة هدافين كبار جدا من اول 8 هدافين في السكوديتو، حاجة رهيبة. لكن حسام، اخيرا الزمالك على صدد التوقيع مع حمزة المثلوثي الظهير الايمن للصفاقس، ومهم جدا. انا عارف ان انت متابع جيد جدا طبعا للكرة التونسية وللدوري التونسي والاندية التونسية، رأيك في حمزة المثلوثي، وهل هو هيكون اضافة لنادي الزمالك؟ وده السؤال الاولاني. وهل هو افضل من وجهة نظرك انت ام حمدي النجاز؟ شوف ساعة قبل كل شيء ميدو، الارقام اللي وريتها على اتلانتا اكيد فريق كرة قدم ولا بلاي ستيشن؟ حسام السمعك، الو، قلت لك الارقام اللي عديتها على اتلانتا بتاع فريق كرة قدم ولا بلاي ستيشن؟ مش ممكن، ارقام رهيبة يعني. انا ما بشوفش الارقام دي في بلاي ستيشن، مش فريق كرة قدم. صحيح. شوف بالنسبة لحمزة المثلوثي ميدو، انا ناكد لك اللي صفقة ناجحة للزمالك، ظهير يمين يجمع بين الواجبات الدفاعية وظهير يمين هجومي، وانا نعرف فريق الزمالك دائما يحب يلعب بالأظهرة عندها واجبات هجومية كبيرة، مثل عبد الشافي او جمعة على الجهة اليسرى، حازم يحب ظهير يمين مع حازم امام، يحب ظهير يمين عنده واجبات هجوميه. حمزه المثلوثي كان في النادي البنزرتي متالق ممتاز جدا، وكان اساسي في المنتخب التونسي،
ثم انتقل الى النادي الصفاقسي، اليوم هو قائد فريق في النادي الرافي الصفاقسي، لاعب دولي في المنتخب التونسي. وانا ناكد لك ما نحبش نقارن بين لعيب ولعيب، لكن انا اذا تخيرني بين حمدي المجاز وحمزه المسلوثي نختار حمزه المسلوثي. لماذا ميدو؟ ليه بقى؟ لانه دفاعيا افضل من مجاز. مجاز عنده مشاكل في التغطيه، عنده مشاكل في التغطيه العكسيه، عنده مشاكل في واحد على واحد، عنده مشاكل في الواحد على واحد، ولما تكون الهجمه على الجهه اليسار ما يغطيش، ما يدخلش، يعملش التغطيه العرضيه ويغطي ويدخل، دائما تكون التغطيه نتاعو مش 100%. حمزه المسلوثي جيد دفاعيا وجيد هجوميا، صراحه انا اراها واتمناها صفقه ممتازه جدا للزمالك، واكيد سيكون اضافه كبيره. اتمنى ان جمهور الزمالك يساعدوا في البدايه يتقبلوا، لكن خبره حمزه المسلوثي انا ناكد لك انها ستكون اضافه كبيره، خاصه في وجود ونجم، في وجود بن شرقي، في وجود فرجاني ساسي، لاعبين اكيد باش يدخلوه بسرعه في المنظومه. وفريق الزمالك نعرفه فريق تقريبا عائله واحده، واكيد مباشره حمزه المسلوثي باش يدخل، واتمناه انه يكون اضافه كبيره. يعني حسام الحاج علي بيقول ان حمزه المسلوثي افضل فنيا بشكل كبير جدا من حمدي النجاز، وان هو افضل دفاعيا وهجوميا مميز جدا، وده واضح من خلال ارقامه. لعيب عنده خبرات كبيره جدا سواء مع البنزرتي قبل انتقاله للصفاقسي، ولعيب دولي، فبيقول ان هو هيكون اضافه كبيره جدا. انا بقول لك من ناحيتنا احنا حسام ما تقلقش ابدا على لعيب تونسي ان هو يتالق في الزمالك، والشواهد واضحه وصريحه في رجاني ساسي وحمدي النجاز حتى قبليه، ودايما نادي الزمالك بيرحب باللعيبه التوانسه، وعندنا تاريخ كبير وسام العبدي ولعيبه كتير، وبن ذكري قبل، وبن ذكري صحيح، لعيبه توانسه كتيره جدا جم لعبوا في تونس، فطبعا هي ويل فيل هوم، يعني احس ان هو موجود في بيته، خاصه في وجود فرجاني ساسي. بنتمنى التوفيق لحمزه المسلوثي وان هو يكون اضافه كبيره لنادي الزمالك حال اتمام التعاقد ان شاء الله. قبل ما اقفل معاك حسام، بستعرض معاك الدوريات الاوروبيه، الجداول بتاعه الدوريات الاوروبيه شباب، نجيبها على السكرين الموجوده معانا. ايطاليا اليوفي في المركز الاول 77 نقطه، وخلاص يعتبر اليوفي قريب جدا من الفوز بالسكوديتو. اتلانتا 70، ومفاجاه كبيره جدا زي ما حسام قال لنا في وجوده في المركز الثاني فوق الانتر. الانتر 68 وروما 57، بعد كده بيجي نابولي والميلان في مراكز ممكن بينافسوا على مركز اوروبي. ليتشي وبريشيا وسبال وجنوا 3 منهم هيهبطوا للدرجه الثانيه، ده بالنسبه للدوري الايطالي. والدوري الايطالي السنه دي زي ما اتفقنا مع حسام كان مختلف، فكرنا بالتسعينات وبالثمانينات. نخش على الليجا والدوري الاسباني والمنافسه، ريال مدريد ناقصه ماتش ويفوز بالليجا. ريال مدريد 83 نقطه، بعديه برشلونه 79 نقطة، أشبيلية أو سيفيا 63 نقطة، أتلتيكو مدريد 66، ليجانس ومايوركا وإسبانيول اقتربوا من الهبوط، لأن ديبورتيفو ألافيس يعني فرق أربع نقط، صعب جدا إن هم يجيبوهم. وسيلتا فيجو الحمد لله ضمن البقاء، سيلتا كان بيمر بموسم صعب جدا، لكن قدر عن طريق تألق لاجوس أسباس إن هو يعني ينفد زي ما بيقولوا ويبقى في الـ في الـ في الليجا. الدوري الانجليزي زي ما احنا عارفين الفرق كبير جدا، وليفربول وفوز ليفربول في النهايه. حسام بشكرك جدا على وجودك معايا، ودايما وجودك معانا بيمثل اضافه كبيره جدا. حسام الزوم قطع، ولكن ببقى سعيد جدا لما اتكلم في الكوره مع حسام الحاج علي، لانه عنده باشون، بيكلمك بباشون، بيكلمك بكل جوارحه في الكوره، وبيحب الكوره، ولعيب طبعا كان لعيب كبير في تونس ونادي الافريقي، ومحلل لسنوات طويله للكره الايطاليه، فدايما بحب اتكلم معاه عن الكره الايطاليه. بعد الفاصل هنكمل الكلام عن الكره الاوروبيه، نروح ونرجع تاني نكمل اوضه اللبس. رجعنا لكم مرة تانية
ومهم جدا ان انا اعرف اراء الصحفيين الانجليز اللي عندهم خبره كبيره جدا في اللي بيحصل في البريمير ليج والكلام عن صلاح والكلام عن ليفربول والكلام عن كل انديه البريمير ليج. وانا عارف ان انتوا كلكم متابعين جيدين للبريمير ليج اللي اصبح ليه شعبيه كبيره جدا في الشرق الاوسط. فيسعدني ان انا اكون معايا جيف شريفز احد اهم الصحفيين في انجلترا والمراسل والصحفي الكبير في سكاي سبورت. جيف جود ايفنينج اور از ات جود مورنينج ان انجلند ستيل ان ايفنينج ان انجلند ازنت. Well, there's two things here, Mido. First of all, it's just about good evening. But can I just say, your skills as a presenter, I was impressed with you as a footballer when I knew you back here. But what is this, the new polished, slick presenter? I'm very impressed. أنا بسأله بسأل جيف إن هي جت لسه الساعة 12 بقت صباح الخير ولا مساء الخير في إنجلترا. فقال لي لسه مساء الخير. هو بيقول إن هو كان بيحبني جدا كلاعب فبشكره طبعا. ومبسوط جدا ان انا لوك سليم مره تانية ان انا يعني خسيت مره تانية وشكلي كويس مره تانية فبشكره. جيف it's a good chance that you are with us and it's always pleasure to have you with us. I wanted to ask you about Salah and about Liverpool. I will ask you first about Liverpool. Finally they are champions. They are the best team. They deserve it. They deserve to be champions. They've been the best team by far in England, aren't they? Oh, they haven't been. No, I disagree with you. They haven't been the best team in England by far. They've been the best team in Europe, Mido. They're absolutely cool. I mean, I've just come back from London. I've just driven to my home from London, where I was at Arsenal tonight. And it is strange. Their results have dropped off. There's no question. The draw against Burnley, losing to Manchester City. But what they achieved, and they won the title, which the weight on their shoulders for 30 years for that city to win the title is extraordinary. And to win it by over 20 points from a team who the previous season had set records. It's just absolutely staggering. Absolutely staggering how well they've done. And of course, your compatriot, your friend, your fellow Egyptian, Mo Salah, he's their leading goal scorer right now in the Premier League. He has been a huge part in their success. أنا سألت جيف إن ليفربول أخيرا أبطال وإن هم يستحقوا إن هم يكونوا موجودين إن هم يكونوا الأبطال وهم كانوا أفضل فريق في إنجلترا. فرد عليا قال لي أنا مش موافقك إن هم أفضل فريق في إنجلترا, هم أفضل فريق في أوروبا. وإن هم يقدروا يفوزوا بالدوري الإنجليزي بفارق أكتر من 20 نقطة عن مانشستر سيتي, الفريق الرهيب اللي كونه جوارديولا, فده يعتبر إنجاز كبير جدا. واتكلم عن صلاح إن صلاح واحد من أفضل الهدافين الموجودين في أوروبا. فده كان كلامه عن ليفربول. جيف صلاح for the third season in the row he's fighting to be the top scorer of the Premier League, and I think it's a great achievement because he faced so many difficulties and so the criticism has been sometimes harsh on him, especially at the beginning of the season. Last season he faced a lot of criticism. So to maintain at the top level for now for so many years, it must be difficult, isn't it? What do you think of Salah? I think he's shown tremendous character. As you say, the questions were there, but I don't know why the questions were there, because quite simply, had he scored tonight, he needs one more goal to become the first Liverpool player since Roger Hunt, right, get this, you probably weren't even born, in 1965, okay, score 20 league goals in three successive seasons. That's a stunning, he will do it, he's bound to score in the remaining two games. To do that consistently at this level is just, you know, it's like you're a striker yourself. You can have a one-off season, you can have a purple patch. But the fact that this hasn't been done for the fat end of 55 years just shows you how consistent it's been. He's been absolutely extraordinary. He's been a huge part of their success. And also as well, what I really like about him,
he finds the balance between being greedy. To ask you about Salah again, and you know, many pundits last week and the week before, they attacked Salah that and they accused him of being greedy. And I've heard Agbonahor, by example, saying that he's not a team player, he only plays for himself, and I don't know if you heard of that or not. Is this too harsh? What do you think of that? I find it harsh myself that a player that scored so many goals and worked so hard for the team in the last couple of years or the last 3 years, to be accused of being selfish. Just because in one action or one game that he hasn't been, maybe he wanted to score more goals. And I think it's his right. He's fighting to be and chasing the top scorer glory. He wants to be the top scorer again. And sometimes in football you need to be greedy. So what do you think of the criticism Salah has been facing in the last couple of weeks? I think that the only criticism that's important of Salah is the criticism of his manager, Jurgen Klopp. Yeah. And the criticism that Jurgen Klopp has of Mo Salah is absolute zero. Zero. Yeah, he loves him. Loves. He must love him. He loves him. Yeah. Yeah. So the rest is all just noise. It's all just noise. Look, you know, he's the leading Premier League goal scorer at Liverpool right now, but he also assists in goals as well. You have to have an element of greed if you're one of the three goal scorers. I mean, they've got a unique three. The way they come, and I've never seen. I don't think there's ever, maybe a minor one. Can you imagine playing? You were a forward. You imagine playing in the front line where you've got Firmino. Doesn't seem, you know, he drops deep, and Mane. None of them seem to mind who scores the goals. And they all say in interviews afterwards, don't mind who scores, as long as we win. Don't mind who scores. So their team ethic, what they have as a total, is extraordinary and far greater than the parts of the individual. But they're also extraordinary individuals as well. And again, to be the first Egyptian to win the Premier League is a huge feather in his cap. It should be a I would imagine it is a source of national pride, I'm sure his image at home and his importance is almost Beckham-like. I'm sure he's on every advert, every poster. No, believe me, he's bigger than Beckham. Yeah, don't worry about that. Yeah, Salah is people adore him here in Egypt. We get when we speak to Mo. We get no sense whatsoever of importance, of self-importance, of big time, nothing. Always the same, always humble, quite. Jeff, can you hear me? I'm struggling to hear you, Jeff. Okay, Shabab, okay. Jeff, okay. Jeff, السيجنال أو الشبكة فصلت فأنا كنت بسأله على صلاح تاني والانتقادات اللي وجهت لصلاح في الأسبوع اللي فات. الحقيقة صلاح وأنا قلت له أنه في رأيي أن الانتقادات دي كانت غير عادلة وقلت له جيف ويلكم باك أو جاست ترانسليت وات يو وير سينج أم سوري أجين. الانتقادات كانت غير عادلة. أجبونهور طبعا نجم منتخب الإنجليزي السابق ونجم أستون فيلا السابق طلع قال أن صلاح لعيب اناني وان هو المفروض ان هو يتعاون مع اللعيب اكتر من كده, وانا بقول ان دي يعني ولا حاجه, وجيف بالانتقادات دي ولا حاجه ولا تمثل لصلاح اي حاجه, وجيف بيوافقني نفس الراي, بيقول ان الانتقادات الوحيده اللي تهم صلاح هي الانتقادات من المانجر بتاعه او المدرب بتاعه يورجن كلوب, ويورجن كلوب ما وجهلوش اي انتقادات ولكن بيحبه بشكل كبير جدا. اتكلم عن اهميه صلاح لما بيتكلم مع صلاح كصحفي بيحس ان هو هامبل. يعني ايه هامبل؟ يعني متواضع بشكل كبير جدا. هو ما يهموش ان هو وصل لايه وكسب ايه, وده شيء مهم جدا في لعيب الكوره ان هو يفضل دايما متواضع. وقال ان هو بيحس ان صلاح زي بيكهام في مصر, فانا قلت له ان صلاح اكبر من بيكهام في مصر. صلاح كل الناس بتعشقه في مصر. جيف
I will take you to Tottenham and Mourinho. Finally, Mourinho have a win at St. James Park for the first time. He never won there. It was a very important 3 points for Tottenham, especially after a big game against Arsenal in the weekend. Yeah. I mean, I think it's the sort of, you're right there, because when you point out that win for Tottenham over Arsenal at the weekend, that they would have spent a lot of mental energy, a lot of energy to achieve that. They had to work really hard for that game. So you could have understood if there was a bit of a kind of a dip in what they could put out tonight. But no, that's classic Jose. To follow that up, those are two excellent results. Because Newcastle have caused a few team problems this season. That's an excellent result. You know what they say? It's a very brave, or indeed a very foolish man, who writes off Jose Mourinho. So he's far from finished. You know, there's question marks about him. Has he still got it? Can he still do it? Well, we start to see your answers, because he's got a big job on his hands, rebuilding Tottenham. But, you know, digging out results like that, very, very impressive indeed. سألت جيف عن جوزي مورينيو عن توتنهام وفوز توتنهام النهاردة على نيوكاسل. أول مرة مورينيو يفوز في سان جيمس بارك في معقل نيوكاسل. وإيه رأيه في مورينيو؟ فقال خاصة, قلت له خاصة بعد الفوز الكبير على أرسنال في الديربي, فقال لي إن كان مهم جدا إن هم يفوزوا على نيوكاسل, خاصة بعد المجهود الكبير اللي اللعيبة قامت بيه في ماتش أرسنال, وإن في شكوك حوالين قدرة مورينيو إن هو يقدر إن هو يبني تاني, إن هو عنده بيج جوب, عنده عمل كبير جدا إن هو يقدر يبني تاني توتنهام, خاصة في الظروف الحالية. ف last question Jeff, مورينيو has faced a lot of problems losing the dressing room, and the name of my program is the dressing room. He lost the dressing room at Chelsea in the second spell, in the second time. He lost the dressing room at Real Madrid, and it always came from him attacking his own players in the media. Do you think Mourinho has learned from his past, and now he's a different coach? Now he speaks in a nicer way, let's say, about his players in the media. Yes, I've changed completely, but it's quite interesting because Jose, in his period out after Manchester United, he came to work as a pundit for Sky Sports. So we spent a lot of time with him, and he said to us afterwards, he said, oh, do you know what? I see things differently now I've done this. So when reporters or presenters make comments, he said, you're doing your job. He said, I've seen the way you prepare, and you're much more, it's not about me, you're not attacking me personally. It's statistical. You work as hard as we do. I think he's a more mellow person. I think he does handle players differently. And also as well, losing the dressing room, I know where you're coming from, but if you think those are dressing rooms he's potentially lost, if he did, when he's won trophies with them. A dressing room like Tottenham, they've won nothing. So they're going to go on the journey with him now. So I don't think that's a problem he'll face there. Jeff, thank you very much. It was a pleasure having you with us, and I wish you a good night. Absolutely my pleasure. Always good to talk to you, my friend. Always. And keep up the good work. Thank you, Jeff. Thank you. سألته عن هل مورينيو اتعلم من أخطاء الماضي في أنه هو خسر أوضة اللبس بانتقاده للاعبيه في الإعلام, سواء في ريال مدريد أو سواء في تشيلسي في المرة الثانية أو مانشستر يونايتد. فقال لي مورينيو عمره ما هيتغير كومبليتلي او تماما, ولكن مورينيو اتعلم حاجات كتير, وهو كان بيشتغل معاهم في سكاي في بدايه الموسم, وكانوا بيقضوا وقت كبير جدا معاه ما بين الاستوديو بعد المباريات وقبل المباريات, وقال لهم انا اتغيرت بشكل كبير جدا. وده بيوريكم ان ازاي المدرب لازم دايما يفضل يتعلم, ولازم دايما يفضل يتعلم من اخطائه واخطاء غيره, وان هو تو ريفلكت باك, او ان هو دايما تو ريفلكت, دايما يرجع لورا ويبص ايه هي, يقيم اداؤه في الاماكن اللي كان موجود فيها. وده درس في الحياه, اي حاجه بتعملها ان ازاي دايما تعيد تقييم نفسك, وازاي ان انت, ودي حاجه انا اتعلمتها, انا دايما نفسي انا بعملها مع نفسي, دايما بخرج من تجربه باول حاجه بعملها باخد نفس, وبعد كده بقيم نفسي ازاي, سواء التجربه دي كانت تدريبيه او تجربه لعب او تجربه اعلام, تجربه اعلاميه, ايا كان, ان انت تعيد تقييم نفسك دايما ده شيء
شيء مهم جدا. في نهايه الحلقه فريق الاسبوع او تيم اوف ذا ويك في اوروبا بعد متابعتنا للمباريات كلها اليسيو كارانيو من كالياري هو حارس المرمى واوريه من توتنهام. اوريه على فكره مش لاسباب فنيه قوي هو كان وحش ماتش ارسنال ولكن اخوه ضرب بالنار امبارح في تولوز واصر ان هو يلعب الماتش بتاع النهارده بتاع نيوكاسل. فتحيه كبيره جدا لاوريه وازاي ان الكوره صعبه. الناس بتقول ان الكوره لا ازاي الكوره صعبه. واحد زي اوريه اخوه اتقتل امبارح وان هو يلعب مباراه النهارده ده حاجه صعبه جدا. فانا اخترته ان هو يكون موجود في الفريق. بيكي بيستعيد جزء من مستواه مع برشلونه. راموس والاداء مميز جدا مع الريال. وميندي قدم مباراه كبيره جدا مع ريال مدريد. دول الاربعه اللي ورا. دي بروينا وتوماس بارتي. دي بروينا طبعا مانشستر سيتي وبارتي اتلتيكو مدريد. ستيرلينج وباشاليتش اتلانتا. لعيب اللي قدم مستوى كبير جدا مع اتلانتا هذا الموسم. وسانشيز مع الانتر بيرجع مره تانية وبيعمل مباراه كبيره جدا في الاسبوع ده. سانشيز طبعا ارسنال كان كويس في برشلونه كان كويس راح مانشستر يونايتد حصل له مشاكل واصابات في بدايه الموسم. انطونيو اصلا وينج باك في ويست هام بيلعب راس حربه بقاله كذا مباراه بيجيب اربع اهداف في نورويتش. هو الراس حربه بتاع الفريق بتاعي ده الفريق بتاعي تيم اوف ذا ويك بتاع الاسبوع ده. الاسبوع ده كان مهم جدا بالنسبه لنا وكان اسبوع يعني فجرنا فيه قضيه الفساد في قطاعات الناشئين وناس كتيره جدا ورد فعل مميز جدا لحلقه امبارح لان في ناس كتيره جدا كان نفسهم ان احنا نتكلم بلسانهم وهم اولياء الامور والظلم اللي بيتعرض بيه ليه اولياء الامور والخداع اللي بيتعرض بيه لاولياء الامور من الكثير من المدربين الاكاديميات ومدربين مدربين الاكاديميات الخاصه بالذات. وده لازم يتغير. كان معانا في بدايه الاسبوع امير مرتضى واحمد مرتضى واحمد وامير وقدرت الحمد لله ان انا اظهرهم او اظهر سايد او جانب منهم الناس ما تعرفوش. وفي ناس كتير بعد الحلقه بتاعت احمد وامير البرنامج بقى هتقلبه زمالك وبتاع. لا الاسبوع الجاي معانا الاهلي ومعانا الاسماعيلي ومعانا الاسابيع الجايه معانا الاتحاد والمصري. احنا ما عندناش الوان هنا يعني. صحيح الاسبوع ده كان زمالك الاسبوع الاولاني كان معانا كابتن حسام بدري نجم من نجوم الاهلي. فكل اسبوع احنا ما عندناش اي اتجاهات الحمد لله. كان اسبوع جيد جدا بالنسبه لنا وبنتعلم كل اسبوع من الاخطاء بتاعتنا. في ناس بتكلم بتبعت لي تقول انت يا ميدو بتتحرك كتير يا ميدو كذا بتاع. باخد كل كلمه بتتقال لي في الحسبان وبفكر فيها وايه اللي انا اقدر اعمله ان انا اطوره عشان اكون افضل. لان زي ما انتم عارفين انا يعني ما عنديش خبره كبيره جدا كاعلامي يعني ده يعتبر اول برنامج يخرج باسمي يعني بشكل كبير وابقى انا مسؤول عنه بشكل كبير. لكن بستمتع لما باجي اوضه اللبس لان ببقى حاسس ان انا في رساله عايز اعملها قضيه بنفجرها بنحاول نلاقي لها حلول درس بقوله من خلال الكارير اللي انا مريت بيه كلاعب او كمدرب ممكن الناس تستفيد منه. لان ده بالنسبه لي اهم رساله للانسان ان هو يفيد اهل بلده ان هو يحاول ان هو على قد ما يقدر ان هو يخليه عن طريق تجربته ان هو يخلي الناس يتعلموا منهم الولاد الصغيره والشباب. وده اللي انا بحاول اعمله عن طريق اوضه اللبس. استمتعت باسبوع 3 ايام 2 و3 و4 مع حضراتكم والاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيكون معانا مفاجآت كتيره. فاسيبكم دايما على خير واشوفكم الاسبوع الجاي وتصبحوا على خير.